لم يعد بنيامين نتنياهو أو الملك بيبي كما يطلق عليه أنصاره الزعيمة غير المنازع لحزب الليكود ومعسكر اليمين في إسرائيل بعد إخفاقه مرتين في تشكيل حكومة ائتلافية بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه واحتمال تقديمه إلى المحاكمة. نتنياهو الذي أكثر من الظهور أمام أنصاره في مراكز حزب الليكود في وسط وشمال البلاد ما فتئ يشير إلى إنجازاته التي يقول إنها نقلت إسرائيل إلى مصاف الدول الرئيسية في العالم، لا سيما في مجال التكنولوجيا الحديثة، وطبعاً لا يفوت الفرصة في الحديث عن الأمن الذي يعتبر الهاجس الأكبر للإسرائيليين. أما جدعون سار الذي كان في يوم من الأيام من المقربين لنتنياهو ويعتبر الآن المنافس الوحيد لنتنياهو في الانتخابات التمهيدية التي لم تجرى في الليكود منذ عدة سنوات بسبب هيمنة نتنياهو وأنصاره على الحزب. ساعر اتهم نتنياهو بنشر وهم ما سماه حل الدولتين وقال إنه يجب العمل على منع قيام دولة فلسطينية. هناك حاجة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في السامرة ويهودا وغور الأردن. وذكرت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك تأييداً للسعر في أروقة الحزب، وإن كان عدد من قيادي الحزب يفضل الانتظار في هذه المرحلة لمعرفة فيما إذا كان المدعي العام الذي أمهل نتنياهو حتى الثاني من كانون ثاني يناير المقبل للتقدم بطلب الحصانة من المثول أمام المحكمة. لكن حل الكنيست الذي ترافق مع الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية ستكون الثالثة في أقل من عام قد يطيل أمد الإجراءات القضائية. المتابعون للشأن الإسرائيلي يقولون إن احتفاظ نتنياهو بزعامة حزب الليكود استعداداً للانتخابات المقبلة شبه مضمون، إلا أن سار سيكون في موقع قوي لخلافة نتنياهو الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في الليكود، بالإضافة إلى أنه لم يسبق لأعضاء الليكود أن أجبروا زعيم الحزب على الاستقالة. نتنياهو الذي كثف من نشاطه الانتخابي في الأيام الماضية بالإضافة إلى جهوده لإحكام قبضته على مؤسسات حزب الليكود والتي تمثلت في فصل آلاف الأعضاء الذين يشكوا في ولائهم له. ومن المرجح أن يفوز نتنياهو الذي يتقن تفاصيل المشهد السياسي في إسرائيل بالانتخابات التمهيدية وقد يستمر في رئاسة الليكود لأشهر قادمة إذا ما أخفق حزب أزرق أبيض في الحصول على مقاعد كافية تؤهله لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة. عصام الكرماوي، BBC.